بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم الكل، رمضانكم مبروك. ما تقابلناش ظهر لي من قبل رمضان. الندوة الصحفية هذه الهدف بتاعها هو الإجابة على تساؤلاتكم وتقديم معطيات حول عمليات الوضع على الإقامة الجبرية والإيقافات اللي صارت مؤخرا في إطار سياسة حكومة الوحدة الوطنية في مكافحة الفساد، خاصة أنه احنا ما نحكيوش على حملة الحكومة، ما نحكيش على حملة، ما هيش حملة وعابرة وما هيش حملة نظافة. هذه سياسة الحكومة في إطار مكافحة الفساد بدأت تعطي في النتائج بتاعها، بدينا نشوف في النتائج بتاعها. الحكومة تحملت مسؤوليتها واخذت القرارات الضرورية. معنا السيد وزير الداخلية باش يقدم معطيات دقيقة على الأشخاص اللي هم اليوم موجودين في إطار الإقامة الجبرية. معنا السيد الكاتب الدولة لأملاك الدولة باش يقدم أيضا معطيات حول موضوع المصادرة اللي سحب عمليات الوضع في الإقامة الجبرية هذه. السيد وزير الداخلية باش يغادرنا، عنده التزام باش نعطيه هو الأولوية باش يقدم القائمة، ومن بعد أنا وسي مبروك نجاوبوا على الأسئلة بتاعكم. تفضل السيد الوزير. شكرا. بطبيعة الحال تعرف الكل أنه فما مجموعة من القرارات وضعت تحت الإقامة الجبرية اللي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة بداية من 23 ماي. بطبيعة الحال القرارات هذه تم اتخاذها طبقا للفصل 5 من مرادة 50 مؤرخ 26 جانفي 78 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، واللي يخول بطبيعة الوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بأحد المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني أحليه، يعني المناطق اللي تحت معنى حالة الطوارئ، يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق. وعلى هذا الأساس بطبيعة الحال السلطات الإدارية يتعين عليها اتخاذ كل الإجراءات لضمان معيشة هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم. في الإطار هذا خلال الفترة الأخيرة وبداية من 23 ماي تم اتخاذ 10 قرارات وضع تحت الإقامة الجبرية. قرار مؤرخ في 23 زوز قرارات مؤرخة في 23 جانفي في شأن 23 ماي سامحوني 2017 في شأن شفيق بن أحمد بن علي جراي وياسين بن المولدي بن خليفة شنوفي. في 24 ماي تم اتخاذ قرار آخر في شأن حمد بن علي بن خير الدين شيباني المدب. 25 ماي 4 قرارات في شأن نجيب بن محمد بن ميلاد إسماعيل، علي بن أحمد بن علي القريري، فتحي بن التركي بن مفتاح جنيح، وعادل بن التركي بن مفتاح جنيح. ثم في 26 ماي قرار وضع تحت الإقامة الجبرية في شأن هلال بن مسعود بن نصر بشر، وقرار ثاني في شأن مراد بن هلال بن مسعود بشر. ثم قرار أخير في تاريخ 5 جوان 2017 بشأن عكرمة بن زيد الفضيلي الوذان. هذا هما عكرمة بن زيد الفضيلي الوذان. تعطيكم القائمة. كل القائمة على ذمتكم، واعتذر مرة أخرى على الزربة، ويعطيكم الصحة. شكرا. شكرا. بجاوبكم على الأسئلة اللي تحبوا عليها الكل، عندنا المعطيات الضرورية اللي تحبوا عليها الكل، فقط عنده التزام تعرفوا الوضع الأمني في البلاد. فما السيد كاتب الدولة لأملاك الدولة باش يقدم حول موضوع المصادرة، شنية الإجراءات اللي اتخذت والإطار اللي اتخذت فيها، خاطر برشا يتسألوا قرينا في الصحافة على الموضوع المصادرة. تفضل سي مبروك. صباح الخير ناس الكل. يعني هو الموضوع أنا نحب نأكد اللي من قام بالمصادرة ليست الحكومة، من قام بالمصادرة هي لجنة قانونية مستقلة يترأسها قاضي من درجة ثالثة تولت القيام بالمصادرة طبقا لأحكام الفقرة باء من مرسوم المصادرة اللي تضم فقرة منه عدد محدد
من الأشخاص المصادرين بالأسماء 114 شخص، والفقرة ب هي الفقرة التي تقول أن كل شخص ثبت أنه انتفع من مجموعة المذكورة بالفقرة آ يمكن مصادرة أمواله، وهذا نظام اعتمد، وفما أشخاص صدروا من سابق أملاكهم على أساس الفقرة ب. المجموعة التي تمت مصادرة أملاكها الكل اللي هي 8 تمت مصادرة أملاكها تبقى لأحكام الفقرة ب من المرسوم المذكور، وتولت القيام به لجنة مستقلة يرأسها قاضي من درجة ثالثة كما قلت كما نص القانون والمرسوم. احنا كحكومة تعهدنا ونتعهد لهذه اللجنة القانونية المشكلة بالدعم اللوجستي ونلبي كل الطلبات، وأؤكد من حكم اطلاعي بأن الأعمال كلها تمت بناء على محاضر رسمية للدولة التونسية أثبت العلاقة السببية بين المصادر عليهم هذه المرة والاستفادات الواقعة بطريقة غير قانونية من نفوذ العائلة الحاكمة قبل 14 جانفي، والمحدة بالفقرة آ من مرسوم المصادرة والتي تمت مصادرة أملاكهم. والأشخاص هذوما اللي تمت مصادرة أملاكهم جميعهم معناها عندهم محاضر قانونية معتمدة بالدولة التونسية وباتة وقاطعة، وبعضها أسست لأحكام سجنية باتة ونهائية في حقهم، وهذه المحاضر لم تترجم في مصادرة مادية لأن الأملاك لتحديدهم أملاك لم تكن أملاك حزوها بالعمل، لم تكن أملاك حزوها بالاجتهاد، لم تكن أملاك حزوها بمقتضى طرق شرعية للدولة، بل حيزت باستعمال النفوذ وهو مبرر أعمال المصادرة عند هذه اللجنة المستقلة، وهذا عملهم يقوموا به وفي احترام في ظل القانون في كنافي، وإحنا كحكومة ملتزمين بأن نمد الدعم السابق لهم حتى توفر لهم المؤيدات والوثائق والإجراءات، والدعم اللاحق لهم حتى نتولى القيام بترجمة قراراتهم في المصادرة إلى استفادات للشعب التونسي وإدخال أموال المصادرة إلى خزينة الدولة. وانطلقت الأعمال على تنفيذ القرارات المذكورة، والكثير من العقارات تمت مصادرتها، والكثير من الأسهم تمت مصادرتها، والكثير من الممتلكات المنقولة والعقارية تمت مصادرتها لفائدة الشعب التونسي. ونقول إن القرارات هذه صدرت باسم الشعب التونسي وتنفذ لفائدة الشعب التونسي. شكرا. قبل ما نحلوا الباب الأسئلة فما توضيح. أولا أول إيقافات هذه كما كنتوا تشوفوا أو الوضع في تحت الإقامة الجبرية عندها أسبوعين، ومعنتها هذا وقت أكثر من قصير للحكم على نتائج سياسة الحكومة في مجابهة الفساد. إيطاليا قاعدة تحارب في المافيا 10 سنوات، اليوم هذه بداية مجهود عنده أشهر، واضطررنا فيه اضطرت الحكومة لاتخاذ إجراءات استثنائية، خاطر وصلنا إلى قناعة إنه الوضع الاستثنائي يحتاج إجراءات استثنائية. واليوم البلاد في حالة طوارئ، واعتمدنا على الأمر المنظم لحالة الطوارئ اللي هو اليوم إطار قانوني موجود في البلاد، وإحنا قلنا كما في الحرب ضد الإرهاب كما في الحرب ضد الفساد سنستعمل كل الوسائل القانونية المتاحة، وهذا يراه باش يتواصل. والإيقافات طبيعي إنه راه زادة مش معناتها سوف يتم القضاء على كل الفاسدين في ظرف 10 أيام كلهم بتم إيقافهم، حتى حد بعقله ما يتصور إنه هذا ممكن، ولكن زادة يلزم تكونوا متأكدين ويلزم التوانسة يكونوا متأكدين إنه المجهود هذا سوف يتواصل، ولأنه عمليات التقصي وعمليات البحث اللي بتصارت طيلة أشهر وبدأت أعطت نتائج هذه هي مازالت متواصلة وموجودة فرق عمل تشتغل على مستوى وزارة الداخلية، على مستوى وزارة العدل، على مستوى رئاسة الحكومة، على مستوى أملاك الدولة، على مستوى وزارة المالية للبحث في قضايا الفساد. وراه الخطوة المقبلة هي أيضا هالناس هذه اللي اليوم هي قيد الإقامة الجبرية واللي هي قيد معناتها عمليات بحث اللي إن شاء الله معناتها في وقت سريع باش يتم إحالة ملفاتهم للقضاء، عندهم أيضا شكون متواطئين معهم، واللي هما زاد يلزم معناتها الكشف على الناس هذه كيفاش سجلت العقارات متاعها وهي ما عندهاش
ماهيش قاعدة تقوم بالتصاريح الجبائية، ماهيش قاعدة تقوم بالتصاريح المداخيل متاعها. اثنين، احنا راهو لهنا معناتها اليوم نحكيه على الأقل الحجم الوطني اللي خذاته هو تفكيك شبكات. اليوم هذه شبكات مرتبطة ببعضها، مربوط فيها التهريب بالتهرب الجبائي، في جرائم الصرف، في تحويل العملة. خطر زادة اليوم معناتها المسألة مش فقط فلان ارتكب جنحة ولا فلان ارتكب مخالفة، انه الاقتصاد الوطني في خطر. كنشوفوا احنا حجم الاموال اللي تدور في البلاد من العملة الصعبة خارج الاطار القانوني، كنشوفوا عمليات التوريد متاع مواد بطريقة غير معقولة، هذا كله ادى الى وجود شبكة فساد. طبعا فما شكون اللي اليوم الملف متاعه عند القضاء العسكري، وهذا اللي اليوم موجود عند القضاء، تسمحوا لي مانيش باش نجمو نقولوا حتى كلمة على الموضوع نظرا لانه فما سرية البحث، فما القضاء هو اللي يتكلم في الملف، واليوم احنا كسلطة تنفيذية ما نجموش لا ندخلوا لا نصرحوا بما يمكن ان يؤثر على القضاء، ولكن نفس الاشخاص هذوما عندهم ايضا ملفات تاع فساد، عندهم قضايا منشورة من 2011 و2012، فما معناتها اموال عمليات مخالفات ديوانية توصل إلى معناتها مئات الملايين من الدينارات. هذا كله يؤدي أنه فما شبكة قاعدة تنخر في الاقتصاد الوطني، وصلت امتداداتها إلى حد غير مقبول. احنا اليوم متحملين مسؤولياتنا، قاعدين انطلقنا في تفكيك الشبكات هذه، والعمل هذا باش يتواصل، وعمليات البحث والتقصي الأكيد أنها باش تؤدي في المستقبل إلى تفكيك بقية الشبكات هذه، وما فماش لا انتقائية ولا اختيار ولا علاش هذا مش هذاك. هذه عملية البحث اللي انطلقت، وإن شاء الله في الأشهر في الأسابيع والأشهر المقبلة بشوفوا النتائج اللي هي بشتشمل عدد أكبر بكثير. اثنين، حاجة أخرى، مكافحة الفساد ماهيش فقط أنه إلقاء القبض على المهربين وإلا الناس هذوما، مكافحة الفساد تمر أيضا عبر اتخاذ إجراءات فيما يخص الإدارة، فيما يخص أجهزة الدولة. وهنا السيد رئيس الحكومة أخذ قرار بفتح معناتها تدقيق في تقارير هيئات الرقابة ودائرة المحاسبات في الثلاث سنوات الأخيرة، بشوفوا هل أنه الملفات اللي أثرتها التقارير هذه تم إحالتها للقضاء، تم فتح تحقيق فيها، تم اتخاذ إجراءات إدارية ضد الناس اللي ارتكبوا أخطاء. إذا ما تمش فالأكيد أنه الحكومة باش تاخذ الإجراءات الإدارية من جهتها وباش تحيل للقضاء الملفات هذه. ايضا فما اجراءات باش تم الاعلان عليها ان شاء الله من نهايه الشهر فيما يتعلق برقمنه الاداره، لانه ديما باش نبعدوا على الفساد يلزم نقلصوا من تدخل العنصر البشري، لازم تكون الامور اوتوماتيك باش نقلصوا من تدخل العنصر البشري في الصفقات العموميه في عديد من المنظومات، وهذا ايضا ماشيين فيه. كلمة أخيرة قبل ما نفتح الباب للأسئلة، حب نأكد أنه هذه معناتها راهي بداية نتائج، وشفتوا ما كانش من السهل بالإجراءات العادية الوصول للنتائج، اضطررنا لاتخاذ إجراءات استثنائية، والعمل هذايا باش يتواصل، وإن شاء الله بالدعم متاع التوانسة، بالدعم متاع الرأي العام. نحب نأكد أنه اليوم الدولة التونسية ممثلة في هياكلها، خاصة نحب نأكد أنه العمل هذا تم بالتنسيق بين الحكومة ورئاسة الجمهورية اللي قدمت كل الدعم الضروري لحملة مكافحة الفساد، والإجراءات اللي تم اتخاذها كانت كلها بالتنسيق المشترك مع رئاسة الجمهورية، مع السيد رئيس الجمهورية السيد باجي خالد السبسي. اليوم هذه الإجراءات مواصلين فيها، عزيمة الدولة ثابتة وباش نواصلوا، ومناش باش نوخروا قيدة أنملة في التوجه هذايا، لأنه كما قال السيد رئيس الحكومة قال أنه يا أما تونس يا أما الفساد، وإحنا نتصور كيفكم أنتم وكما التوانسة اخترنا تونس وباش نواصلوا في الطريق هذايا. وشكرا. كريم بن سعيد جريدة لابريس. تعرفوا أهم حاجة في مكافحة الفساد هي نفهم المنظومة كيفاش كانت تخدم، هل فما نية ولا توجه
باش تحكي ولنا كيفاش كانوا العباد هذوما اللي تم ايقافهم كيفاش كانوا يخدموا المنظومه هذيا كيفاش كانت تخدم. ثاني حاجه فما ناس موقوفه وقالت انها مولت احزاب من الناس الموقوفين هذوما, يعني فما اون بارتي من الاموال اللي هي معناها ربحوها بصفه غير قانونيه مولت احزاب. هل باش تفتحوا تحقيق في الغرض هذيا معناها في الفينانسمون تاع الاحزاب والا ما فماش نيه؟ ناخذ مجموعه من الاسئله ونجاوبوا مع بعض. طارق عمار وكاله رويترز الانباء. سيد الوزير, اكيد لاحظتم انه الحمله اللي بديتوها فما سند شعبي وحتى دولي غير مسبوق وما تنلتوش حتى حكومه, لكن بالمقابل يتساءل البعض هل انتهى الفاسدين من تونس؟ وكأنه بعد جمعتين من اللي بديتم فجأة توقفتوا والناس كما كانت تعرف بعض المسؤولين هذوما تعرف أيضا أنه فما ناس متورطين ومعروفة الأسماء وواضحة. الجزء الثاني من السؤال لو سمحتم هو أكيد رجال الأعمال أو المهربين الموقوفين لهم شبكات في الديوانة وفي الإدارة, ما لاحظناش حتى خطوات في الاتجاه هذا. وقتاش بصراحة تأخذ خطوات بعيدا عن اللغة الخشبية معناتها عملية؟ سامح الخالتي من التبزة الوطنية الأولى, رتموها حربا مفتوحة على الفساد والمفسدين, ونحن أيضا كأعلام نريدها أن تكون حربا مفتوحة للرأي العام. وفي هذا الإطار أسأل ما مدى صحة ما يروج حول تورط نواب في مجلس أو أعضاء في مجلس نواب الشعب في قضايا فساد, ومدى صحة خبر طلب رفع الحصانة عنهم, وإن كان الخبر صحيحا فمن أي الاتجاهات السياسية هم على الأقل من اليمين أو من اليسار؟ وشكرا. دونك حبيت نسأل على قائمة خبر خرج مؤخرا على قائمة تاع ديوانية أكثر من 30 تم توجيهها من هيئة مكافحة الفساد لرئيس الحكومة وللقضاء, لو تعطونا بعض التفاصيل إذا كان المعلومة مؤكدة, وعليش بعض منهم احنا سمعنا أنه تم فيهم قرار متاع نقل معناها ما اتخذتش فيهم قرارات أخرى. والنقطة الأخرى تخص المصادرة, قلت لنا سيد كاتب دولة معناها الكثير حصرتوش معناها فماش أرقام متاع الأملاك المصادرة. شكرا. تفضل. دورتيني مستشار إعلامي في وبحث في الصحافة الاستقصائية في تطوير قدراتها عن مركز دراسية وبحوث أمنية ورباط FM. حبيت نعرف القاعدة دور في ندوات حضرنا لها مع في مثلا في منتدى الوطني الحر الديمقراطي لبعض القضاة في مكافحة الفساد والأعمال الجبائية, قالوا أنه معناتها العملية هذه مدروسة بعد التقاء السيد باجي قايد السبسي والسيد راشد الغنوسي والأستاذ عبد الفتاح مورو. علاش الوقت هذاك بالذات معناتها تم فيه معناتها حصار ما أجدى به رئيس الحكومة سيد يوسف الشهيد, يعني كلامهم هما ذا قالوه, يعني فيه شو؟ يعني علاش في الوقت هذا بالضبط اللي اجتمع فيه السيد راشد الغنوشي والسيد رئيس الجمهورية باجي قايد السبسي والأستاذ عبد الفتاح مورو وقت التلقى مع بعضهم في القصر؟ يعني كان تم معناتها يعني مداولة الحوارات هذه في يعني عن طريق هو رأوا المعلومة اللي عندي باش نجاوبك اللي هما اللقاء اللي عقدها السيد الجمهوري كانت بعد لا لا نحكي لك ما هو ثابت ويعرفوه انه اللقاءات كانت بعد عمليات الإيقاف ما كنتش قبل. وحاجة أخرى معناتها علاش في الوقت اللي باش يتم فيه نهار الاثنين من معلوم مقرر أن باش تلقى إيداع بطاقات أخرى معناتها لفاسدين آخرين معناتها في السجن وقع الإضراب معناتها للقضاة؟ هل هذا معناتها متناسق؟ هذا معناتها يدخل في التون الواقع هذا اللي احنا نعيشوه تويكا ولا لا؟ شكرا. شكرا. به نجاوبوا على الأسئلة ومن بعد إذا فما به هو رو ما ترى ما نحبش اللغة الخشبية ولكن احنا لقينا نفسنا في وضعية حرجة
من جهة إنك معناتها فما حاجة إنه الإعلام وأنتم بيتكم عبرتوا عديد من المرات إنه تحبوا المعلومة وتحبوا الخبر، وفي نفس الوقت فما عمليات يعني فما من بعض الأسئلة اللي طرحت رغم إنيش باش نجاوب عليها مش تهربا، ولكن إذا أنتم تحبوا مكافحة الفساد تنجح تحبوا العملية تنجح فإنه من الطبيعي إنه فما معلومات مش باش نعطيها لكم اليوم اللي تنجم تولي خبر غدوة وبعد غدوة والأسبوع الجاي، معناتها إذا يتم الإعلان عليها اليوم يعطل سير العمليات وظهر لي هذايا تفهموه. فيما يخص المنظومة عملية البحث جارية وعملية التقصي جارية، فما موضوع متاع التحليل للشبكات هذه الموارد المالية متاعهم للحسابات البنكية للعلاقات الشراكة اللي موجودة بيناتهم شكون شريك شكون في الشركة الفلانية اتسترا، هذايا باش يكشف المنظومة وش يكشف الشبكة وهي جزء من الشبكات راهو اللي موجودة. فيما يخص من تهاوش الفاسدين وانا قلت راهو من المرة الاولى ولكن زادها في الوقت متاع 15 يوم معناتها فما امكانيات وفما خطة وفما استراتيجية كاملة قاعدين نشتغلوا عليها، والحاجة اللي حبنا كده راهو العمليات هذه لن تقف فقط عند الناس هذوما اللي تم وضعهم قيد الإقامة الجبرية، ماهوش هذايا مطلقا بقى، احنا راهو عندنا اشهر نقولوا شويه صبر على الحكومه وتشوفوا النتائج، زاد شويه صبر تشوفوا انه العمليات هذه متواصله ماهيش فقط باش تقف عند الحدود هذه. السند الشعبي انا جاي مقيدهم الاسئله الكل بجاوب عليهم، السند الشعبي احنا قاعدين نحسوا فيه وهذا يطمننا على تونس قبل كل شيء انه تونس ولادها هما اللي يقفوا لها وولادها هما اللي دافعوا عليها، وفما إحساس ووعي عند التوانسة إنه هذه مسألة الفساد واستشراء الفساد وصل إلى مرحلة إنه ما عادش مقبول نقولوا برا خلي الإجراءات العادية وبرا خلي إجراءات التقاضي ونتندون، معناتها في انتظار هذا البلاد قاعدة معناتها تعيش في عملية تفكيك اللي للأسف كان يتجاوز معناتها كان نصبره أكثر يصبح من الصعب إصلاحها. فيما يخص تمويل الأحزاب احنا نعرف ان موضوع تمويل الأحزاب موضوع شائك، ولكن اذا رجال اعمال مولوا أحزاب هذا ما يعنيش انه الأحزاب مشاركة بالفساد، لانه معناتها يجي شخص مواطن تونسي باش يعطي تمويل لحزب ماكش باش تقول له هات منين مصدر الاموال، ولكن هذا ايضا سبب نتاعو غياب الاطار القانوني، واحنا اليوم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني لحقوق الانسان قاعدة تشتغل على مشروع لقانون لتمويل الأحزاب اللي إن شاء الله يحط ضوابط تخلي إنه في المستقبل ما يكونش من الممكن السقوط في محاذير من هذا النوع. طبعا هو فما أجهزة عديدة اللي هي معناتها تنجم تكون متداخلة في عمليات الفساد هذه، أنا ما نحبش نسمي أسلاك بعينها ولا أجهزة بعينها، ولكن راهو الأكيد هو إنه كل من هو متورط باش يتعاقب، احنا ما عندنا حتى مصلحه وحتى اراده في حمايه اي كان والا تستر على اي كان، ارادتنا هو انه باش نمشي بالموضوع هذا الى نهايته انه الديمقراطيه التونسيه تكون فعلا ديمقراطيه حقيقيه ديمقراطيه شكليه اللي الفساد هو المتحكم فيها وهذا مانيش باش نسمحوا انه يصير. فيما يخص نواب مجلس الشعب المعلومه اللي عندنا انه ما فماش حتى طلب رفع حصانه، ومعناتها كل رفع حصانه هو يمشي مباشره من القضاء الى مجلس نواب الشعب، معناتها الحكومه كسلطه تنفيذيه ما عندها حتى دخل في الموضوع، بقى انه طبعا كيسالنا المعلومه اللي عندنا انه منذ الايقافات هذه ما فماش طلب حصانه جديد مشى لمجلس نواب الشعب. فيما يخص القائمات معناتها فيما يخص قائمة 30 و 33 معناتها احنا جاتنا قائمات عديدة من الهيئة مكافحة الفساد وقاعدين نثبتوا في مدى معناتها التزام الإدارة بمبدأ انه ذي الشبهة ما يكونش في موقع مسؤولية، وهذا خيار حطه سيد رئيس الحكومة في أنه يتم التعامل بصرامة في الموضوع هذا.
أنا شخصياً كان لي لقاء مع السيد شوقي طبيب، وقاعدين نثبتوا في عدد كبير، نجم نقول لكم من القائمة اللي أعلن عليها السيد شوقي طبيب فما عدد كبير حتى إحنا شفنا معاه ما عادش يمارسوا في المهام اللي هما كانوا متحملينها وقت اللي قاموا بالجرائم ولا الجنح اللي أدت إلى اتهامهم بتهم فساد. وإحنا توجه متاعنا إنه كل من هو متهم في قضايا فساد مش معقول إنه يواصل في على رأس المسؤولية، ونبقى وننتظر القضاء. طبعاً العملية مدروسة، ما نش نتحركوا بشكل اعتباطي. موضوع ضرب القضاة ما عنديش فكرة في مدى علاقته بالمسألة هذه. فما موضوع النقطة على المصادرة، سؤال تسأل الجزء الثاني سمح على النواب، جاوبتني على رفع الحصانة لكن ما جاوبتنيش على مدى هل في أو تؤكد خبر معناها وجود نواب ضمن قائمة معناها المتورطين في قضايا الفساد. أنا إلى حد الآن ما عندي حتى معطى لا يؤكد وإلا ينفي مسألة متاع تورطهم في الملفات هذه، ونظرا لأنه معناتها الأمور تقوم على قرينة البراءة، أنا اليوم ما نجمش نقول لك أنه راه فما منهم من هو متهم اليوم في الملفات هذه. يعني ما عنديش معطيات باش نقول الكلام هذا. موضوع المصادرة شنو السؤال؟ القيمة. لا هو شنو اللي موضوع جاوب؟ موضوع النواب مسألة واضحة، اليوم حتى نائب ما هو مذكور في الأبحاث اللي موجودة عنه، هذا مسألة واضحة. بالنسبة لموضوع المصادرة، تفضلتي السؤال تفضلتي بطرحه، يعني احنا ما نجموش نقولوا شنو قيمة المصادرة، العملية مازالت في بدايتها. تعرفوا إجرائيا مش يتم هو أن يصدر قرار عام بمصادرة الأموال المنقولة والعقارية والقيم وما إلى ذلك من أملاك الشخص المصادر، ولكن هذه الأملاك تتنوع، يعني تتنوع، تلقوها في شكل عقارات، تلقوها في شكل أسهم في البورصة، تلقوها في شكل أسهم في شركات، تلقوها في شكل مساهمات في شركات، تلقوها في شكل معناها أموال مودعة في شكل حيلي ذهب ما إلى ذلك، كلها موجودة. عملية الحصر هذه تستغرق مدة طويلة جدا، يعني هالسؤال دائما يتكرر قديش القيمة، منش ممكن نعطوا قيمة، يعني توا احنا مازلنا في بداية أعمال المصادرة. اللي يقع بعد ذلك هو أن لجنة المصادرة كلما وفرنا لها معطيات على الأملاك التي عند شخص معين، لأن الإدارة الأخرى هي التي تعرف الأملاك، تصدر قرار بمصادرة عينية لقيمة معينة أو لعمل معين أو المنزل معين، وتتجسد وتحال إلى ملك الدولة. بالتالي الأعمال متاع تقدير قيمة العقارات المصادرة ما نسمع فيه كله يعني تخمين، الحقيقة أن ما عندناش حصر نهائي لهذا الموضوع، لكن فما عناصر نقول مؤكدة أن العقارات كثيرة. ثم سؤال محمد جلالي صحفي من أنا عندي سؤال في ثلاث فروع. أولا الحكومة شنت حرب على الفساد، المفروض أنه الحرب على الفساد يتم شنها بعد ما يتم تحضير بنية تحتية. لاحظنا أنه القطب القضائي المالي غير مدعم، ما فماش امكانيات بشريه، ما فماش امكانيات لوجستيه، فما نقص كبير في الخبراء. لاحظنا زاد انه اجهزه الدوله للرقابه على راسها بعض المشبوه فيهم. لاحظنا انه زاد وانت تحكي سياده الوزير على من لهم شبهه لازم يتم ابعادهم. اليوم احنا نعيش على وقع امتحانات البكالوريا وعلى راس اداره الامتحانات سيد متهم وعنده قضية لدى القضاء اللي عنده يتم إبعاده. علاش ما يتمش إبعاد الناس اللي عندهم قضايا، الناس اللي عندهم شبهات تاع فساد؟ زاد الحكومة المفروض أنه تحاول تدعم الأجهزة الرقابية. الأجهزة الرقابية كما دائرة المحاسبات اللي عندها قانون قديم برشا وما ينجمش يترجم الأفعال الموجودة في الإدارات التونسية كشبهة فساد أو كفساد، فقط هي أخطاء في التصرف. شكرا. هو ثم موضوع أولا نحب نقوله أنه البنية التحتية رو انطلقنا فيها ما أنتها، والحكومة يمكن تلقينا برشا لوم لأنه في الأشهر السابقة
قولوا لنا شو عملتوا في كفاح الفساد، قولوا راهو قاعدين مش قانون حماية المبلغين، قاعدين قانون الهيئة الدستورية لمكافحة الفساد، قاعدين مشروع قانون من أين لك هذا، فما عديد من الإجراءات اللي اتخذت، فما تعرف قديش عنا من قاضي احنا اليوم تو نحكيوا على القطب القضائي اليوم، فما معناتها انتداب تخذينا بقرار بانتداب 500 قاضي اللي هو معناتها يمثل تقريبا 25% من العدد الحالي بتاع القضاة. طبعا هذا زاد يحتاج الوقت ويحتاج لانه عمليه الانتداب نتاعهم تتم بشكل شفاف، وكما قلت انا كل الاشخاص اللي تم معناتها موجودين وعندهم تهم في ما يخص الفساد فانه احنا ماشيين في اتجاه اتخاذ الاجراءات الاداريه الضروريه تجاهه. نعرف السيد كاتب الدوله باش يغادر اذا فما سؤال اخير على المصادره. المصادره مصطفى حروق وابن الجسد. الناس اللي تعرضوا للمصادرة عندهم زاد جانب آخر يهمهم هو القروض اللي تحصلوا عليها. مثلا سي شفيق جرية ماخذ قرض من خلال 5 شركات يملكها بحوالي 100 مليون دينار من البنك الفرنسي التونسي. هل ثم في تفكير في السعي لاسترجاع هذه القروض وفي الحالة هذه بالتحديد؟ شوف سيدي، أولا أنا الأرقام هذه ما عنديش عند سيادتك، 100 مليون والبنك الفرنسي هذه بنوك تونسية، ما نجمش نتحدث على أي بنك خذ منه ولا حدود أي مبلغ. إذن هذا موضوع أنا ما نصدقش عليه ولا يسجل أني صدقت على المبلغ أو البنك. اثنين، البنوك هي بنوك إن مولت بطريقة سليمة لديها حقوق، وإن بولت بطريقة خاطئة عليها عقاب. المصادرة؟ لا. شكرا. سيد وزير لو تسمح، ملف المؤسسات المصادرة وقتاش باش يتم فتح الفساد والجرائم الماليه الموجوده في المؤسسات المصادره كيما بيان في كيما سيمون دي كارتاج؟ فما برشا تجاوزات في المؤسسات المصادره وما لاحظناش انه تم التطرق للموضوع هذا. انت منظمه يقظمه جيبوا لنا الملفات واحنا نحلوا. تفضل. مرحبا بك. ايناس بالعايبه فرانس بريس. اول سؤال يعيشك، علاش الغموض هذا الكل طول الاوبيراسيون من الاول؟ علاش اليوم اول ندوه صحفيه باش تفسروا شنو قاعد يصير للراي العام؟ خاطر الحكايه ولدت برشا اشاعات. ثاني حاجه، برشا تساؤلات على التوقيت نتاع الحمله هذه، حتى لو كانت ما تحبوش تسميوها حمله، جات مع احداث تطوين دوما برشا عباد قالت هذه جات في معناها باهر الحكومه كتوقيت، فشنو وردكم على هذا؟ باهي، النقطه الاولى تتعلق علاش الغموض؟ هو المسألة ماهيش غموض، المسألة أنه كي تبدأ عندك عملية أنكور معناتها جارية واللي ناس مرتبطين ببعضهم، أنه الإعلان ينجم يؤدي إلى فرار أشخاص، إلى تحويل أموال تكون اليوم على ذمة هذا. يعني أنا إذا اليوم نقول راني باش نصادر فلان والناس اللي معاه، إذا نعلن اليوم على فلان الناس اللي معاه وغدوا باش يمشيو يحولوا املاكهم باسماء ناس اخرى، معناتها سي ان كيسيون دو ديفيكاسيتي نتاع نجاعه باش العمليه تكون ناجعه. واليوم عطينا تفاصيل احنا معنا ما نخبيه، من النهار الاولاني قلنا راهو تم تطبيق الفصل 5 من قانون الطوارئ، الاجراءات كلها قانونيه، الاجراءات كلها سليمه، واحنا نعترف انه هذا اجراء استثنائي، ولكن كما قلنا وضع استثنائي يحتاج اجراء استثنائي كما اليوم قاعدين نطبقوا فيها الاجراءات الاستثنائيه في مكافحه الحرب ضد الفساد. احنا ناس نؤمنوا بالديمقراطيه، نؤمنوا بحقوق الانسان، حبوا تونس تكون فعلا ديمقراطيه، ولكن للاسف استشراء الفساد خلى الناس تحس انه هالمساله ديمقراطيه ولات شكليه، وانه فعلا معناتها لوبيات الفساد هي المستفيده من تطبيق القوانين من تطبيق الاجراءات. اليوم مشينا في اجراء استثنائي واللي هو تطبيق قانون الطوارئ في اطار عمليه مكافحه الفساد. طبعا هذا مساله ظرفيه، الملفات باش يتم احالتها الى القضاء، احنا مع دوله القانون، احنا مع استمرار دوله القانون، وراه اللي قاعدين نقوموا به هذا كله في حمايه النظام الديمقراطي وفي حمايه الديمقراطيه. اليوم هذا باش تكون المساله واضحه.
النقطة الثانية التطوير، ما عندوش الموضوع حتى علاقة، ونتصور اللي يشوف الحجم نتاع العمليات ولا عدد الإيقافات يشوف أنه معناتها هذه مسألة تم الإعداد لها بطريقة سابقة وخذت برشا وقت، معناتها مش فقط لأنه صار حدث في تطاوين مغدوة تخذ قرار القيام بعملية من الحجم هذا. أنا شوف الملفات اللي موجودة قدام القضاء ما نجمش نتكلم فيها، ولكن نجم نأكده لك ونقوله لك اليوم بصفتي ناطق رسمي للحكومة، العملية مكافحة الفساد ليس لها علاقة مباشرة بما حدث في تطاوين، وهي استراتيجية للحكومة منذ مدة. حديث عن أنه فما تحقيقات جارية أو يعني تدقيق بشأن شبهات فساد تطال بعض الوزراء سواء الحاليين أو القدامى، ما مدى صحة هذا الحديث؟ وهل أنه يمكن أن تشمل الحملة هذه بعض المسؤولين الكبار في الدولة اليوم؟ ثم سؤال ثاني سيد الوزير، إلى جانب تهم الموجهة إلى بعض الموقوفين بالتورط بالفساد، هناك تهم بالتآمر على أمن الدولة، كنت تعطينا تفاصيل على التهم هذه، هل أنه وقع توجيه يعني كما يعني فما حديث أنه توجيه يعني تعامل بعض الموقوفين مع جهات أجنبية لصالح المس من الأمن القومي التونسي؟ النقطة الثانية باش نبدأك بها هي محل نظر القضاء، وأنا ما نحكيش فيها وما نجمش نحكي نعطي فيها حتى معطى. النقطة الأولى فيما يخص احنا موقفنا واضح، ما فماش التوانسة ما همش درجات، والتوانسة ما همش مواطنين من الصنف الأول ومواطنين من الصنف الثاني. المسؤول في الدولة كان واليا أو وزيرا أو كاتبا للدولة أو مدير عام يبقى مواطن يطبق عليه القانون، وإذا ثبت أنه متورط في ملفات فساد فإنه باش يتحاسب، هذا ما فيش أدنى شك، والقانون يأخذ مجراه، ما عندناش حتى مشكل. سي حسان، خيرهم السيد بتاع البارح عكري، ما عرفت قابل قريش عكري، احنا من بكري نفضلوا ما نحطوش اسماء لان ما نذكروش اسماء لانه موش الهدف بتاع شديتوش في تطاوين المواقف والدنيا، ايش علاقه التطاوين؟ لا انا قلت الحمله ضد الفساد ما عندهاش علاقه بالتطاوير، هذا شكون غير فما متورطين في احداث التطاوير؟ فما شكون اللي نجم يكونوا في الاقامه الجبريه وعندهم علاقه بالوضع في التطاوير؟ في الحكومه كعامة حملتها قالت هذه الفاس ان، فما فاس دو وفاس تروا، الفاس دو ضد الاداره وضد النواب وقت اشتق، ولا ما تعرفوش ولا صار الدوله هو يمكن انت خلطت توا سي حسان، اما احنا حكينا من بكري ان جاعه تقتضي انه الاعلان على المسائل هذه في وقتها، ولكن راهو زاده مانيش باش نقول لكم استناوا عام اخر ولا عامين اخرين، مش هذا مطلقا، في القريب العاجل. حبيت سؤال اخير في اطار الحرب على الفساد، حبيت نسال في بالنسبه لقانون المصالحه، هل اليوم الحكومه محرجه من قانون المصالحه او هي تساند قانون المصالحه؟ شنو هي البوزيسيون تاعها بارابور خاطر نحاربوا في الفساد من شيرة، وثاني حاجه معناها في من شيرة اخرى فما عديد المنظمات يقولوا انه قانون المصالحه هو قانون لطبيب الفساد، هل الحكومه محرجه ام هي تساند هذا القانون؟ هو الموضوع انه قانون المصالحه اولا ما معناتها مطروح امام مجلس نواب الشعب، واخر المعطيات اللي عندنا انه حتى صاحب المشروع اللي هو رئاسه الجمهوريه عنده مقترحات تعديل فيه، وبالتالي معناتها الحكومه نهار اللي تعطى التعديلات نتاعها تتعطى التعديلات يكون فما صيغه جديده للمشروع، اكيد باش نعطي راي توا باش نحكيو فقط على معناتها ماهوش واضح شنو اللي التعديلات اللي باش تصير في قانون المصالحه الى حد الان مازال ماهيش واضح. شكرا. عفوا كان سؤال كريم يحيى صحيفه الاهرام المصريه، عندي سؤالين. السؤال الاول يتعلق بالابعاد الاقليميه والدوليه لمكافحه الفساد، طبعا اي حد في 2017 يعلم انه راس المال مش محلي فقط لتعاملات اقليميه ودوليه، في الحاله التونسيه كما في الحاله المصريه كما في حالات اخرى كان في حديث عن اوراق بنما وعن الشركات اللي في الخارج، هل يمكن ان تطلعنا
على البعد الإقليمي والدولي للحملة ديت، هل اتخذتم إجراءات تجاه الانتربول لتعقب أموال أشخاص من الموجودين في القائمة اللي هي بتكون من 10؟ وما صحة ما قيل حول العلاقة مع شخصيات ليبية مثل عبد الحميد بالحاج وما إليه؟ شكرا. شكرا. هو مش يكون واضح إنه موضوع مكافحة الفساد اليوم هو موضوع تونسي، تونسي قبل كل شيء، لا معناتها ليس موضوع في علاقة بالوضع الإقليمي ولا بغير الوضع الإقليمي، هو موضوع تونسي. هذا واحد من إعلانات الحكومة لدى توليها مهامها منذ حوالي 9 أشهر، جاء في خطاب منح الثقة لرئيس الحكومة وفي اتفاق كارتاج الذي انبثق عن مبادرة سيادة رئيس الجمهورية، محور أساسي هو مكافحة الفساد، وبالتالي هو موضوع شأن تونسي بحت، ليس له علاقة بالوضع الإقليمي. فيما يخص المسألة الإجراءات على المستوى الدولي، طبيعي أنه سوف نتخذ، وأكيد أنه المصالح المختصة اتخذت الإجراءات الضرورية لتعقب أملاك الأشخاص المتهمين في ملفات الفساد والمصادرة أملاكهم لدى الأطراف الأجنبية التي يمكن أن تقدم معطيات على أملاكهم خارج تونس. آخر سؤال أستاذ، الأبحاث الجارية مع شركة الجرية، هل أنها مقتصرة فقط على الجانب لما تعلق بتهمة المس بالأمن الدولة أو تشمل أي جانب الفساد بمعناه المالي ولا؟ هو السيد اللي ذكرته معناتها عنده القضية اللي أمام القضاء العسكري، ولكن عنده مجموعة من القضايا السابقة اللي هي مفتوحة منذ سنة 2012، يعني يمكن عددها مهم، وأيضا فما ملفات أيضا قيد الأعداد فيما يخص معطيات جديدة، يعني هذا كله من ظفر. ولكن القضية طبعا فما القضية أمام القضاء العسكري، فما قضايا مفتوحة، فما ملفات أخرى اللي هي قيد البحث. شكرا.